السلام عليكم ورحمة الله، كما عودناكم على كل ما هو جديد معنا. اخوان، وصل لنا خلاط ماركة سيلفر كريستال الماني. طبعا اجانا هذا الخلاط ب 15 سرعة. بسرعة مباشرة. طبعا اخوان، الملف مالته نحاس 100%. اللون وصل لنا فقط اللون الاحمر. الدشالي مالته حديد مثل ما واضحة. السراحية مالته 2 لتر ضد الكسر، بيها 6 شفرات بالداخل. هذا الدشلي مالته منه هم حديد مثل ما موضح امامكم. طبعا بيه مروحة للتبريد، يعني تقدر تستخدمه اكثر وقت عنده ما يحمي. طبعا وصلنا بقوة 4500 واط. 4500 واط. السراحية ضد الكسر 2 لتر، وراح نسوي لكم بيه تجربة ونشوفكم القوة مالت الخلاط. مثل ما موضح امامكم. شوف البطل شلون انطحن. السراحية ما تضد الكسر.